الجزاء، لعب كرة عرضية خطيرة لكن تبعد في اللحظة الأخيرة، تعود من جديد وممكن تسديده. الله الله يا محمد، محمد علي بن معمر، يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد على هذا الهدف، هدف في منتهى الروعة لفريق الدفاع الحسني الجديدي، كانت خطيرة هذه الهجمة، والتسديدة بالمليمتر ذهبت في الزاوية الصعبة المستحيلة على أمين حارس المرمى مصطفى الزغبة، لم يكن ليفعل لها أي شيء على الإطلاق، كان الخطأ في التشتيت، جاءت الكرة على الطبق بالذهب لمحمد علي بن معمر، يا ولد يا ولد يا ولد على التسديدة، تسديدة ولا أحلى ولا أروع ولا أجمل، هذا بالفعل يأتينا من رائحة أهداف كأس العالم بهذه الطريقة الرائعة جدا، يتقدم الدفاع الحسني الجديد، يأتي الرد السريع، لا 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 مش ممكن على هذه الفرصة، محمد اليوسفي يا ولد، الله على هذا الهدف، هدف التعديل ياتي الان لوفاق سطيف، هدف التعادل ياتي الان لوفاق سطيف، وفرحة رشيد الطوسي مستحقة بكل تأكيد، هدف مستحق عن جدارة واستحقاق بعد اختراق من الجهة اليسرى والتسديدة مباشرة في المرمى من جانب اللاعب الحبيب بوقلبونة يا ولد، يسجل هدف التعديل ويسعد العشاق والأنصار من محبي وفاق سطيف، جاءت الجبلة من هذه الجهة عن طريق حسام الدين، مر وعد وفرق، أي هدف يأتي الآن في الوقت القاتل من عمر الشوط الثاني، أي فرحة لهذه الجماهير، جماهير وفاق سطيف تسعد بهذا الهدف، حسام الدين جاشا، يا ولد يا ولد يا ولد على هذا الهدف، هدف في منتهى الروعة، هذه فرحة حمار، فرحة حمار، وهذا العناق ما بين حسام الدين جاشا وحمار رئيس النادي بعد هذه اللقطة الجميلة اللي بدأها حسام الدين، يا ولد يا ولد على التمريرة، تمريرة اللي أدت أيضا بهذا الهدف من جانب اللاعب البديل أيبود، يا ولد يا ولد يا أيبود، اللاعب البديل اللي أعطى رشيد الطوسي الحلول يصنع الهدف بكل ذكاء وبوجه القدم اليمنى الخارجية وبمنتهى الروعة والانسجام، يسجل حسام الدين، يضع الكرة على يسار حارس المرمى محمد اليوسفي ليقتنص وفاق سطيف، لأن الهدف الثاني في هذه المباراة هدف غالي للكتيبة الوفاقية بكل تأكيد، لأن الأزل الهدف مشاهدينا متابعينا في كل مكان، يعني أن فريق الوفاق يضع في رصيده الآن أول 3 نقاط بعد هذه الجولة.